أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل، نستعرض فيها بالأرقام والتحليل أداء مؤشرات البورصة المصرية التي ارتفعت بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 بنسبة 1.9% ليبلغ مستوى 5960.5 نقطة. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنحو 13% ليبلغ مستوى 355.87 نقطة. وزاد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.6% ليبلغ مستوى 714 نقطة. وارتفع مؤشر EGX 20 محدد الأوزان النسبية بنسبة نحو 1.5% مسجلا نحو 6027.28 نقطة. وبالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 78.75% من إجمالي التعاملات. كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 9.3%، بينما اتجه الأجانب نحو البيع وحصلوا على نسبة 11.94% من التعاملات. يأتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 36.48% من التعاملات، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبة 63.5% من التعاملات. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع البنوك الأنشط وتصدر القائمة بنسبة 23.8%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 19.42%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 13.44%، بينما حل قطاع الاتصالات رابعا بنسبة 9.5%. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بنسبة 9.47%، تلاه سهم سماد مصر بنسبة 8.81%، ثم سهم منفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بنحو 7.63%، ثم سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 7.43%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا، فتصدرها سهم البويات والصناعات الكيماوية باكين بنسبة 9.26%، ثم سهم الدلتا للتأمين بنسبة 6.67%، تلاه سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 3.53%، ثم سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 3.32%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 389.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 887.5 مليون جنيه. لمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، ينضم إلينا في استوديو النيل الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أستاذ محمد، أهلا بك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بك أستاذ شهاب، وكل سنة وحضرتك أستاذ المشاهدين بخير. اسمح لنا أستاذ محمد ومشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نعود لنبدأ تحليلنا مع الأستاذ محمد سعيد. للجلسة الثالثة على التوالي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وصلت مؤشرات البورصة المصرية لارتفاع في ختام تعاملات الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب الأفراد. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 3.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 389.5 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 887.5 مليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي بورصة المصرية إيجيكس 30 بنسبة 1.9% ليبلغ مستوى 5960.59 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنحو 355.87 نقطة. كما شملت الارتفاعات مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف نحو 0.6% ليبلغ مستوى 714 نقطة. بيانات السوق تشير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين والعرب اتجهت نحو الشراء، بينما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، حيث تم اليوم تداول أسهم 169 شركة ارتفع منها 78 وتراجع 40، بينما استقر 51 سهما عند نفس مستويات الجلسة السابقة. مشاهدينا الكرام، إذا نبدأ التحليل الآن لأداء البورصة المصرية في جلسة تعاملات اليوم، ومعنا الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال. أهلا بك مرة ثانية أستاذ محمد. عايزين نعرف بقى للجلسة الثالثة على التوالي بتواصل السوق الصعود، أسباب هذا الصعود وقراءتك لأداء جلسة تعاملات هذا اليوم. اولا البورصه النهارده كان صحيح كانت اغلقت على ارتفاع، ولكن نص تاني من الجلسه شهد جني ارباح على معظم الاسهم اللي صعدت من اللحظه الاولى. البورصه كانت غابت عن التداولات يوم الاثنين، واليوم ده كان شهد ارتفاع قوي في اسواق الاسهم العالميه، وكان شهد برضو انتعاشه في اسعار النفط بشكل قوي. البترول ارتفع في عطله نهايه الاسبوع 13%، واحنا كنا عارفين ان البورصة كان الهبوط القوي اللي حصل فيها الاسبوعين اللي فاتوا كان على اثر ضغوط من الاسواق العالمية. يعني كان فيه بعض المعطيات اللي ادت للارتفاعات اللي حصلت في الاسواق العالميه، يعني كان فيه حديث عن ان بعض المنشات النفطيه بدات اما انها تتوقف عن العمل او ان هي تقلص طاقتها الانتاجيه بسبب ان فيه نسبه كبيره من منتجي النفط بداوا يعني تكلفة التشغيل والإنتاج بتاعتهم للنفط أعلى من السعر اللي موجود في السوق دلوقتي. وكانت الأزمة الحقيقية في أسعار النفط كانت الإنتاج الزائد بشكل كبير عن المعروض، فبدأ النفط يعني يستفيق من هذه الضغوط السعرية، طبعا استفاقة قصيرة الأجل. يعني واحد من الأسباب اللي أدت لهذه الانتعاشة في أسواق النفط هو أن كان في حديث عن شبه اتفاق بدأ يحدث بين منتجي النفط للسيطرة على كميات الإنتاج ما بين المنتجين من داخل أوبك أو من خارج أوبك. ويعني للأسف في الدقائق اللي فاتت روسيا أعلنت أن هي ما فيش يعني تفاهم حول اتفاق مع المنتجين النفط ولا حاجة، وده ممكن يؤثر سلبا على أسعار النفط اللي احنا بنشهدها في هذه اللحظات. برضو كان ضغوط الأسواق الأسهم جاية من توقعات بأداء ضعيف للاقتصاد العالمي هذا العام، ويعني من الظواهر المهمة اللي أدت لهذا التوقع بأداء اقتصادي ضعيف هذا العام هو الصين وتراجع نمو الصين لأدنى مستوى في 25 سنة، وبرضو تراجع الانتاج الصناعي في الصين. والصين من أهم الدول اللي بتقود معدلات النمو في الاقتصاد العالمي، فده بالتالي كان ضاغط على أداء أسواق الأسهم. لما شفنا انتعاشة في أسواق الأسهم في بداية تداولات هذا الأسبوع اللي غاب عنها السوق المصري وإغلاقات الأسبوع الماضي، فبالتالي يعني خفت الضغوط على السوق المصري. يعني نقدر نقول إن كل هذه الارتفاعات اللي شهدتها السوق اليوم وأمس دوت كله بسبب عوامل خارجية، ليس هناك أي داعم داخلي يدعم السوق؟ لا بالعكس، الدواعم الإيجابية كلها داخلية، لكن السوق كان بيتخلص من الضغوط السلبية اللي جاية من الخارج، لكن داخليا كل العوامل الداخلية كلها إيجابية. يعني كان البنك المركزي منذ عدة أيام صرح على أن هيتم طرح حصص من بنكين تابعين ليه في البورصة. صحيح انه ما صرحش بالتحديد انهي بنكين
تابعين للبنك، لكن اسواق المال انشغلت بان هي تخمن انهي بنكين، خاصه ان البنوك المملوكه للبنك المركزي او اللي مملوك فيها حصه للبنك المركزي هي محدوده، يعني سواء هو اصلا في التصريح بتاعه استثنى الاهلي ومصر وهم اهم بنكين حكوميين، فيتبقى بنك القاهره والمصرف المتحد والعربي الافريقي والنسبه الصغيره اللي في بنك اسكندريه اللي ما زالت لسه مملوكه للحكومه بعد طبعا استحواذ البنك الايطالي. فده واحد من الاسباب اللي انعشت السوق. برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي ابدى اهتمام مهم جدا باسواق المال، واجتمع مع وزراء معنيين بسوق المال لمناقشة مشاكل سوق المال، واحنا طبعا يعني على مدار شهور كنا بنحاول ان احنا نوصل صوتنا لرئيس الجمهورية وبشكاوي رسمية عن الممارسات اللي بتحصل في سوق المال، فكون ان هو يبدي اهتمام بهذا الشكل والحديث عن طرح شركات عامة في البورصة، ده برضو يعني من الحاجات اللي ادت نوع من الأولويات لسوق المال بتفتقدها سوق المال في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ويعني لدرجة ان احنا شفنا رؤساء وزراء يعني بيعلنوا صراحة تجاهلهم لسوق المال، وشفنا حتى وزير الاستثمار كان قال رأي سلبي جدا عن سوق المال، اعتقد انه تراجع عنه في الساعات الأخيرة. واخيرا كان امبارح قرار البنك المركزي بتخفيف القيود على الايداعات للدولار، ويعني انا أعتقد يعني طب إيه أهمية هذا القرار برأي حضرتك وتأثيره على سوق المال المصري؟ يعني سنة 2015 شهدت أداء سلبي جدا لسوق المال، وما كانش فيه مبرر يبرر هذا الأداء الضعيف لسوق المال وهذا الأداء السلبي سوى السياسة النقدية الضيقة جدا اللي انتهجها البنك المركزي خلال 2015، يعني بوضع قيود على التحويلات وبوضع قيود على السحوبات ووضع قيود على الإيداعات من النقد الأجنبي. يعني برضو المستثمر الأجنبي لما بيكون عنده مشكلة في أنه يحول أرباحه أو عوائد النشاط بتاعه، ده بيبقى واحد من العوامل المنفرة جدا للمستثمر عن أنه يستثمر في هذه الدولة. فيعني دي بداية انفراجة على صحيح يعني أن قرار البنك المركزي الأخير أولا ما بقاش فيه حد يومي للإيداعات، ما بقى الحد الشهري ارتفع من 50,000 ل 250,000 دولار. صحيح أن القرار ده مشروط ب الأشخاص المعنويين والأشخاص الاعتباريين أصحاب الشخصية الاعتبارية وليس الأشخاص الطبيعيين، ومحدد في سلع محددة السلع الأساسية والاستراتيجية، لكنه بيفك يعني أزمة خانقة في توفير الدولار لاستيراد سلع مهمة جدا للدولة، وبيدي انتعاشة محدودة للنشاط الاقتصادي في الدولة، وسمح أيضا ب يعني استيراد اللي هي السلع اللي داخلة في عمليات الإنتاج سواء معدات لآلات الإنتاج أو صحيح. اللي هي المواد الخام الأولية. يعني في الحقيقة البنك المركزي تحركاته في الفترة الأخيرة كلها تحركات إيجابية جدا، وسنة 2016 بتشهد تحركات أعتقد أن هي هتحسن كتير من الضغوط اللي تركها البنك المركزي وبسياسته النقدية الخانقة في 2015، ده هيحصل انتعاشة في 2016. ده مش أول قرار، قبل كده طبعا في موضوع توفير رقم يعني ضخم جدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنين، ده برضو ممكن يدي انتعاشة جيدة جدا لمناخ الاستثمار في الدولة. برضو البنك المركزي كان له مجموعة من القرارات اللي بتساهم في تحسين الوضع الائتماني وجودة القروض في مصر. أولا يعني تمركز الائتماني انخفض للفرد الواحد من 20% ل 15%، وللمجموعات المرتبطة انخفض برضو من 25% ل 20%، يعني في تحسين شديد في قرارات البنك المركزي، ويعني سلسلة من القرارات جيدة جدا أعتقد أنها هتنعكس خلال الفترة القادمة على نتمنى هذا. طيب لو بصينا لأداء السوق في جلسة تعاملات اليوم والمؤشر الـ30 هنجد أنه هو خلاص اقترب من مستوى 6000 نقطة، هل حضرتك بتعتقد ان نقطة الدعم او الاختبار الجاية تبقى 6130؟
هي يعني نقطة ال 6000 نقطة لأنه فشل النهاردة في أنه يجتازها وحصل موجة بيع قوية عند منطقة ال 6000 نقطة. وأنا يعني من وجهة نظري أن المؤشر التلاتيني تحديدا مش هو المعبر قوي عن أداء السوق خلال هذه الأيام، لأن احنا شايفين ضغوط بيعية من الأجانب ومن المؤسسات، فبالتالي الضغوط اللي هي من المؤسسات ومن الأجانب بتأثر على الأسهم القيادية. وبالتالي امبارح مثلا كان فيه تباين شديد ما بين مؤشر إي جي إكس 30 وإي جي إكس 70 وبين أداء عموم السوق بشكل عام. طب إيه أسباب أستاذ محمد الاختلاف بين اتجاه الأفراد خصوصا المصريين نحو الشراء فيما عدا المؤسسات بتتخذ موقف مغاير لكذا؟ التباين ما بين أداء الأفراد ويعني لو اتكلمنا عن المستثمرين المصريين وبين أداء المؤسسات والمستثمرين الأجانب هو نفسه بالضبط التباين ما بين العوامل المؤثرة على السوق. زي ما بقول لحضرتك عندنا العوامل الداخلية كلها إيجابية ما بين طروحات جديدة متوقعة سواء في البنوك أو في الشركات العامة أو قرارات إيجابية من البنك المركزي أو أحداث أصلا اقتصادية مهمة جدا بتحصل في مصر. يعني احنا زي ما شفنا الاتفاقيات الكتير اللي حصلت الأسبوع اللي فات في خلال زيارة الرئيس الصيني كلها أحداث إيجابية داخلية واللي جاي من بره كلها أحداث سلبية، فهو ده بالضبط اللي بيفسر التباين ما بين أداء فئات المستثمرين بشكل عام. تمام. طيب خلال المراجعة الدورية للشركات وأسهم الشركات شهدنا خروج المفروض 4 شركات من المؤشر التلاتيني ودخول 3 شركات، دوت بيعني إيه؟ والمراجعة الدورية دي بتبقى كل قد إيه؟ بتحصل كل 6 شهور في أوائل فبراير وفي أوائل أغسطس، وهي يعني نوع من المراجعة لضمان أن الأسهم المحتواه داخل المؤشرات هي الأسهم المعبرة عن أداء السوق بشكل فعلي، فبيتم مراجعة أن الأسهم دي ما زالت هي نشطة فعلا، نتائج عمل الشركات دي بتعكس أداء حقيقي للشركات، ما يكونش فيه شركات، يعني أنت عارف حضرتك أن أسواق المال عادة ما بتحتوي شركات بتكون معبرة اسما فقط عن شركات، لكن في الواقع ما فيش نشاط حقيقي يعادل ويوازي شهرتها في سوق المال. فيعني بيتم مراجعة نتائج عمل الشركات، بيتم مراجعة نشاط السهم وسيولة السهم واستبدال الشركات، ودي في الحقيقة يعني واحدة من الأسباب اللي بتنعكس بأن احنا بنلاقي المؤشر عادة أفضل من أداء الأسهم. ليه؟ لأن كل ما يعني أسهم من المكونة للمؤشر بيحصل عليها ركود أو بتدخل طي النسيان بتخرج ويحل محلها أسهم أكثر نشاطا، فتلاقي دايما المؤشر بالتالي بيبقى أداؤه أعلى من أداء السوق، وبيبقى يعني إلى حد ما معبر بشكل خادع شوية عن أداء السوق. تمام. لأنه دايما بينتقي الأسهم المكونة ليه، أول ما يعني السهم بيندثر شوية بيخرج من المؤشر. تمام. طيب لو بصينا لقطاعات النهاردة وأنشط الأسهم اللي كانت في القطاعات هنجد أن قطاع البنوك كان هو الأنشط، هل حضرتك تتوقع لقطاع البنوك وأسهم قطاع البنوك نشاط أكثر في الفترة المقبلة، خصوصا عندما يتم بالفعل طرح أسهم لبنوك في البورصة المصرية؟ يعني هو أداء قطاع البنوك دايما بيتصدر التداولات بسبب ان هو سهم التجاري الدولي، هو السهم القيادي في البورصة المصرية وهو المستحوذ على معظم تداولات السوق. برضو قطاع البنوك بدأ يعني يجتذب الاهتمام من قبل المستثمرين بعد نية البنك المركزي اللي أعلن عنها دي، فبالتالي قطاع البنوك يعني دايما هو قطاع قائد، ولكن في قطاعات تانية مهمة زي قطاع الإنشاءات مثلا، كنا لسه بنتكلم عن زيارة الرئيس الصيني واللي شهدت توقيع العديد من الاتفاقات، كان النهاردة فيها مذكرة التفاهم حول مباني مهمة في العاصمة الإدارية الجديدة، 6 مباني حكومية في العاصمة الإدارية الجديدة و أولمبياد
فيعني ده برضو انتعاشه لقطاع الانشاءات بشكل كبير جدا، مش بس المباني بتاعت العاصمه الاداريه الجديده، يعني برضو في 6 عقود في قطاع الطاقه تم توقيعها خلال زياره الرئيس الصيني، تم الحديث عن المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. فيعني قطاع الانشاءات برضو من القطاعات اللي يعني لولا ان عدد الاسهم الممثله ليه في البورصه مش كبير او مش بنفس الحجم بتاع التجاري الدولي، كان هيكون واحد من اهم القطاعات النشاطا في البورصه المصريه. واتوقع ان هو يظل في 2016 واحد من اهم القطاعات الاقتصاديه النشطه على الارض. تمام. طيب اخيرا استاذ محمد، توقعات حضرتك لاداء السوق في الغد، هل تتوقع ان تستمر موجة الصعود هذه أم أنها ستبدأ من حيث انتهت جلسة اليوم؟ يعني أتوقع إن شاء الله أن البورصة مكملة صعود، لكن جلسة بكرة يمكن تشهد بعض الهدوء بعد الصعود المتتالي 3 مرات 3 جلسات، فأتوقع أن جلسة بكرة يمكن تكون فيها نوع من الهدوء. لكن حضرتك قلت أن جلسة النهاردة كان في نهايتها في عمليات جني أرباح، ممكن هذه العمليات تستمر في بداية جلسة الغد؟ أتوقع ذلك، أتوقع أن جلسة بكرة يعني يسيطر عليها شويه جني الارباح، بسبب ان برضو حضرتك لما بيحصل انخفاض شديد بهذه الطريقه العوده للصعود مره ثانيه بتبقى محتاجه وقت لاكتساب الثقه، فيعني ودايما الارتفاعات المحدوده بتشهد على طول محاوله لجني الارباح لتامين المراكز الاسهم الموجوده. فاتوقع ان بكره هدوء، لكن الاسبوع اللي جاي ان شاء الله يعني البورصه تستكمل اتجاهها الصاعد ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد سعيد خبير اسواق المال، كنت ضيفا كريما في حلقه اليوم من مؤشرين. شكرا لك. الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من مؤشر النيل، في الغد ان شاء الله حلقه جديده، والى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج والى اللقاء.